بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، اسمحوا لي في البداية طبعا أقول لحضراتكم جميعا كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأدعو الله أن يعني يعيدوا دائما بالخير واليمن والبركات لمصرنا الحبيبة ولجميع الشعوب العربية والإسلامية. واسمحوا لي طبعا أن أرحب في بداية كلماتي الحقيقة بكل الحضور الكرام من الحقيقة من الجهات التي تمثل الدولة المصرية، ولكن أيضا طبعا معانا الحقيقة حضور مميز جدا من طبعا الأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ المعنيين بالملف التنمية الاقتصادية في مصر، وأيضا طبعا مؤسسات المجتمع المدني، وأيضا شركاء التنمية من المؤسسات الدولية، وده في إطار حرص الدولة المصرية وتأكيد يعني حرصها الشديد على استمرار الشراكة مع كل مؤسسات المجتمع المدني الغير حكومية سواء المحلية أو الدولية في تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادي الكبير اللي قامت بها مصر في خلال المرحلة الماضية. واسمحوا لي استعرض مع حضراتكم يمكن أهم المحددات والمحاور اللي النهاردة يمكن أنا وجدت أنا وزملائي من السادة الوزراء إنها فرصة مهمة جدا إن إحنا مع حضراتكم وفي وجود حضراتكم بنطلق ما نقدر نقول عليه المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والمرحلة دي اللي هي بتختص في الأساس بالإصلاحات الهيكلية للقطاعات المختلفة اللي يعني بتحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري ورؤية الحكومة للاهتمام بها في خلال المرحلة القادمة إن شاء الله، مع بقية القطاعات اللي احنا عارفين إنها بتؤثر وبتقود عجلة الاقتصاد المصري. واسمحوا لي يمكن هنا إن أنا ببدأ إن يعني الحكومة المصرية بدأت من 2016 المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، واللي يمكن الحمد لله بشهادة كل المؤسسات الدولية احنا نجحنا في تنفيذه، وهو الشق الخاص بالإصلاح النقدي، السياسات النقدية والسياسات المالية. ولكن الحقيقة اللي احنا شفناه واللي احنا تعلمناه من كل تجارب العالمية وتجاربنا احنا مصر شخصيا على مدار العقود السابقة، ان لابد ان البرنامج الإصلاح الاقتصادي للسياسات او الإصلاح للسياسات النقدية والمالية لابد ان يتكامل معه إصلاح هيكلي للقطاعات الخاصة بالاقتصاد عشان نضمن فعلا استدامة عملية التنمية للاقتصاد وان هو ما تعثرش مرة اخرى. والحقيقة يمكن الحمد لله يمكن الاصلاح الاقتصادي والمرحلة الاولى من الاصلاح الاقتصادي حققت يعني نتائج بشهادة كل المؤسسات العالمية، تعتبر يعني نتائج مبهرة ونتائج مميزة جدا. احنا يعني خلينا نتكلم على نمو للناتج المحلي يعني قفز، وهنا يمكن ان الارقام اللي قدام حضراتكم دي كلها هي الارقام اللي كان قبل جائحة كورونا، وبالتالي دي كانت الارقام اللي يعني الاقتصاد المصري قدر ان هو يحققها في اطار الظروف الطبيعية. يعني من نسبة نمو كنا 2.9 قفزنا الى 5.6، نسبة معدل تضخم كنا يعني متجاوزين ال 34%، قدرنا ان احنا ننزل بيه الى 4.3. معدل البطالة النهاردة يمكن كنا بنقترب من 13%، نزلنا كنا في قبل كورونا ل 7.5%. يعني الاحتياطيات طبعا النقدية من العملة الصعبة بعد ما كانت 13 مليار دولار كنا وصلنا ل 45 مليار دولار برضو قبل الحقيقة الكورونا. نسبة عجز الموازنة قدرنا الحمد لله ان احنا كنا نجبح جماحها بصورة كبيرة جدا، وأيضا معدل الفقر لأول مرة نجحت الدولة المصرية إنها تأخذه إلى منحنى النزول بعد ما كان 32.5% في 17-18، آخر أرقام طبعا إحنا كسرنا 30% وبقينا 29.7. والحقيقة مع يعني ودي كانت بشهادة كل المؤسسات الدولية سواء الصندوق النقد الدولي، وحدة الاستخبارات الاقتصادية، وأيضا مؤسسة فيتش، كلها أجمعت على نجاح الاقتصاد المصري وقدرته على
تلقي الصدمات والصمود ضد ظروف شديدة الاستثنائية وهي الخاصة بفيروس كورونا. ويمكن وده اللي خلى مصر الحقيقة الحمد لله بشهادة كل هذه الجهات إن مصر من الدول المعدودة على أصابع اليد الواحدة في العالم اللي استطاعت إنها تحافظ على استقرار الاقتصاد وتحقق معدلات نمو إيجابية في ظل جائحة كورونا. وده اللي حضراتكم يمكن شايفينه النهاردة لما نيجي نقارن الوضع اللي موجود على مستوى العالم. يعني دي معدلات النمو اللي قدام حضراتكم، إن يعني من كل دول العالم في 16 دولة فقط هي اللي نجحت إنها يبقى عندها نسبة نمو 1% أو أكتر، 11 دولة ما بين 0 إلى 1%، ولكن 167 دولة الاقتصاد بتاعها انكمش، يعني حقق نمو بالسالب، لكن مصر كانت من أسرع الاقتصادات واللي حققت نسبة نمو 3.6%، والناتج المحلي الإجمالي لمصر تجاوز 362 مليار، وده اللي خلاها ويمكن طبقا لتقرير صندوق النقد الدولي هي تاني دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالي المحلي، يعني بعد المملكة العربية السعودية مباشرة. طيب احنا النهاردة ايه الهدف من خلال اجتماعنا النهاردة واللي بنشرف بوجود حضراتكم فيه؟ ان احنا بنطلق الحزمة التانية او ما يعرف باسم المرحلة التانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي، واللي هو بيؤكد على الاصلاحات الهيكلية للقطاعات وللمنظومة العمل والحوكمة اللي موجودة في الدولة المصرية بهدف يعني تحقيق الاستدامة لنمو الاقتصاد المصري وزيادة معدلات النمو المرجوة في خلال الفترة القادمة. وده الحقيقة اللي اتعلمناه زي ما كنت بقول في البداية، ان برنامج الاصلاح للسياسات النقدية والمالية اذا لم يستتبعه مجموعة من الاصلاحات الهيكلية فسيكون مصيره زي دول كثيرة جدا اللي هي بتقدر انها تحقق معدل نمو لسنة او اتنين وبعد كده بيرجع الاقتصاد مرة اخرى بيتراجع. وده الحقيقة حصل في مصر نفسها يمكن مع البرنامج اللي كان بدأ في بداية التسعينات الحكومة المصرية في سنة 91 تحديدا، واتعمل برنامج في هذا الوقت، وبرضو قدرنا ساعتها المرحلة الاولى منه الخاصة بالسياسات النقدية والمالية انها تحقق نجاح جزئي في هذه المرحلة، ولكن نتيجة لان الكلام ده لم يستتبعه برنامج ومنظومة للاصلاحات الهيكلية للأسف الاقتصاد المصري رجع بعديها مرة اخرى للتراجع ونفس المشاكل اللي كان بيعاني منها. ويمكن ده عشان كده كانت رؤية الحكومة يعني المصرية في هذه المرحلة حتى مع الظروف شديدة الاستثنائية اللي العالم كله بيعاني منها في ظل جائحة كورونا، ان لابد ان احنا نطلق وفي هذه المرحلة بالذات برنامج او المرحلة الثانية للاصلاحات الهيكلية، لان هدفنا وعنا زي ما حضراتكم هنشوف ان احنا نقفز وننطلق بالاقتصاد المصري الى معدلات نمو وتبقى مستدامة ولا تتأثر بالظروف حتى الشديدة الاستثنائية اللي احنا موجودينها. وده يمكن فعلا شكل اللي بيورينا ازاي الاقتصاد المصري كان يعني نسب النمو بتاعته بتحصل ازاي، معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، وكل ما كنا بنبدا نتعافى والدنيا بتمشي بصوره جيده بيبقى بتحصل بعض الهزات بتخلي الاقتصاد مره اخرى يتراجع. احنا طبعا يعني بعد ما كنا زي ما شرحت لحضراتكم وصلنا لمرحله نمو 5.6%، جت طبعا ظل ظروف جائحه كورونا ودي اللي خلتنا أثرت علينا، ولكن ما أثرتش على مصر، وده يمكن عزائنا إن هي مش تأثيرها على مصر فقط ولكن على العالم كله، لأن لما نيجي نستعرض المراحل السابقة يمكن كان تراجع الاقتصاد المصري بيرجع بصفة عامة أو بصفة أساسية لبعض الحالات المحلية أو بعض الظروف المحلية اللي كانت بتخليه في فترات سابقة بيتراجع، ولكن إحنا المرة دي التراجع النتيجة لظرف شديد الاستثنائية عالميا هو ده اللي مأثر علينا زينا زي بقية دول العالم. وعشان كده يمكن اسمحوا لي أنا وطبعا كل زملاء الوزراء اللي حاضرين معايا النهاردة هنعرض لحضراتكم الملامح الخاصة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري اللي احنا كلنا بنطلقها وبنتبناها خلال الثلاث أعوام القادمة بإذن الله. وده اللي هي الفترة اللي احنا بإذن الله أيضا مستهدفينها كحكومة ان احنا بنركز عليها جدا وبشدة في خلال المرحلة القادمة عشان نحقق النتائج أو الأهداف اللي أنا هعرضها على حضراتكم في السلايدات اللي جاية أو الشرائح القادمة. يمكن لأول مرة البرنامج الإصلاح الهيكلي هيبقى بيستهدف
يعني ما يطلق عليه الجانب العرض الكلي بالاقتصاد. عادة احنا كنا دايما برامجنا بتستهدف جانب الطلب، ولكن لأول مرة أيضا احنا هنا بنتكلم على برامج ويعني محددات زي ما حضراتكم شايفينها قدامكم، يمكن 7 مؤشرات مهمة جدا هنشتغل عليها في إصلاح هيكل الاقتصاد، تحرير التجارة، إصلاح منظومة التدريب المهني، تطوير أسواق المال، الموضوع تطوير أسواق العمل والإصلاحات اللي هتتعمل في سوق العمل المصري وشكل فرص العمل الجديدة اللي احنا بنستشرفها، التطوير الخاص بقطاع التعليم والمنتجات المصرية وتعميق المنتج المحلي في الصناعة المصرية في خلال المرحلة القادمة. الحقيقة الكلام ده كله هيبقى مرتبط معاه ان احنا برضو بنركز على السياسات المرتبطة بجانب الطلب الكلي من خلال رفع كفاءة السياسات اللي بتستهدف جانب الطلب مثل السياسات النقدية والمالية. احنا مستمرين مع الحقيقة معالي وزير المالية وأيضا مع البنك المركزي في مجموعة كبيرة جدا من الإصلاحات، أيضا هيئة الرقابة المالية، للاستمرار في ما اكتسبناه من نجاحات في الإصلاحات سياسات النقدية والمالية أيضا معانا. ولكن أيضا احنا هنبقى شغالين على يعني تحديات كبيرة جدا احنا معترفين بيها وعارفين ان الاقتصاد المصري بيعاني منها في الفترة القادمة. احنا داخلين بقوة شديدة جدا في نظم التحول الرقمي في كل مجالات الاقتصاد المصري، الحوكمة، حل التحديات الخاصة بالتنسيق اللي ما بين الجهات وبعضها البعض، تيسير الإجراءات، تسهيل التجارة البينية ما بين مصر يعني بقية الدول في العالم، وازاي نبسط الإجراءات دخول وخروج المنتجات بالكامل. كل دي النهاردة إجراءات احنا شغالين عليها في خلال المرحلة القادمة. الحقيقة يمكن الاقتصاد المصري دائما بيتميز، ودي يعني شيء الحمد لله ربنا حبينا بيه، ان الاقتصاد المصري متعدد، يعني ما بيعتمدش على قطاع محدد بعينه، وده يمكن اللي خلى الاقتصاد المصري قادر على الصمود، ان عندنا اكتر من قطاعات، قطاع واحد الاقتصاد المصري بيعتمد عليهم. ويمكن ده اللي حضراتكم شايفينه، احنا الاقتصاد يعني في مجموعة من القطاعات فعلا هي اللي شايلاه، ولكن يمكن رؤيتنا ان شاء الله 3 سنين القادمين ان اهم 3 قطاعات هنركز عليهم بصورة كبيرة جدا لإيمان الدولة المصرية ان هذه القطاعات هي اللي هتدفع بصورة كبيرة عجلة النمو وزيادة نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهي القطاعات الخاصة بالصناعات التحويلية والتكنولوجيا، وأيضا قطاع الزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بالتأكيد في قطاعات أخرى زي قطاعات الطاقة وقطاعات التشييد والبناء، دي كلها الحقيقة الاقتصاد المصري معتمد عليها وهتستمر، ولكن احنا شايفين بصورة كبيرة جدا ان المرحلة القادمة عشان نحقق طفرة حقيقية ونسب نمو أعلى من النسب اللي احنا بنستهدفينها، ان شاء الله هيبقى هذه القطاعات الثلاثة هم الأولوية الأولى للاقتصاد المصري بإذن الله. احنا حاطين هنا برامج وأرقام محددة اللي احنا ان شاء الله بنستهدفها من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي اللي هنبقى الاقتصاد المصري بنأمل ان هو هيسير بهذا المنوال في خلال المرحلة القادمة. احنا بنتكلم اذا كنا النهاردة نسب نمو الناتج المحلي بسبب كورونا 3.6، احنا بنتكلم على ان احنا هنبقى بنتكلم على الاقل ما بين 6-7% في خلال ال3 سنوات القادمة ان شاء الله. ان يكون نصيب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الناتج المحلي الاجمالي اذا كان النهاردة بنضعفه ان من حوالي 2.7 او 2.8 الى 5% على الاقل، ايضا الصناعات التحويلية انها تزداد من 12.5 الى 15%، قطاع الزراعة ايضا ان هو يزيد، مع ان يبقى ميزان المدفوعات اللي النهاردة إذا كنا بالسالب إن إحنا النهاردة ناقص 8.5 مليار دولار، إن شاء الله بنستهدف إن يكون هناك فائض ما بين 3-5 مليار دولار في خلال المرحلة القادمة بإذن الله. هناك مستهدفات إن الحمد لله إن شاء الله بإذن الله هنكون قادرين بالرغم من كل التحديات إن إحنا نحققها. إحنا النهاردة يمكن من الدول القليلة اللي بقت لأول مرة بتحقق ما يطلق عليه الفائض الأولي في يعني كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. احنا يمكن كنا حققنا ووصلنا إلى 2%، جت يعني ظروف كورونا
أجبرتنا أن الفائض الأولي ده يقل، ولكن إحنا بنستهدف إن شاء الله برضو أن إحنا نرجع مرة أخرى لرقم 2% اللي إحنا يمكن كنا حطيناه كمستهدف مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية. ولكن أيضا عنا في نفس الوقت على أن نخفض تدريجيا من العجز الكلي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، بحيث فعلا أن إحنا في عام 2023-2024 نبقى نازلين ل5.5%. وده رقم مهم جدا النهاردة ان احنا نحققه، ان احنا بادين من اكتر من 8% ان احنا ننزل الى 5.5% في خلال المرحلة القادمة. ايضا عندنا، ودي نقطة دائما المؤسسات بتقولها لنا، مؤشرات الاقتصاد المصري جيدة جدا بجميع المقاييس، ولكن دائما التحفظ او القلق من الدين. وبالتالي احنا عندنا بصورة كبيرة جدا على الدين في خلال المرحلة القادمة، وإزاي إن إحنا يعني هنبقى بنحاول إن إحنا إن شاء الله الدين ما يرجعش أبدا للتصاعد، بل على العكس إحنا بنثبت الدين في خلال العام المالي القادم، ولكن بعد كده يبدأ ينزل تدريجيا للأرقام اللي كان المفروض إحنا ابتدينا ناخد المسار التنازلي، ولكن يمكن ظروف كورونا هي اللي أدت إلى تباطؤ المسار التنازلي ده، وإن إحنا بنحاول إن إحنا نثبته في وقت العالم كله ودول العالم شفنا إن أرقام الدين بتتصاعد بصورة كبيرة جدا جدا، ولكن إحنا في مصر بنقول لا، إحنا هنثبت نسبة الدين بتاعنا، وبالعكس هنرجع تاني في خلال السنتين ثلاثة القادمين بإذن الله ياخد المسار التنازلي ده. في نفس الوقت اللي احنا برضو عنا على تحسين أوضاع معيشة كل المواطنين بما فيهم الموظفين والعاملين في الدولة، حضركم بتشوفوا ان نسب الأجور بتفضل زيادتها ثابتة وبتبقى ليها نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي ومن الموازنة العامة للدولة في إطار المقبول وفي إطار الحوكمة. وبالتالي ده بيقودنا إن إحنا بنركز على محاور أساسية في أو خمس منظومات لعملية الإصلاح: منظومة التشريعات، وإزاي إن إحنا التركيز المرحلة القادمة على تسهيل وتبسيط التشريعات وتوحيدها، منظومة الأداء الحكومي، تيسير كل المعاملات الحكومية والميكنة والرقمنة لكل العمليات، موضوع اللوجستيات وتحقيق طفرة هائلة في منظومة كفاءة النقل واللوجستيات لخدمة المواطنين ومجتمع الأعمال، منظومة التمويل ومواصلة طبعا تحقيق موضوع الشمول المالي وتيسير وتوزيع الحصول على الخدمات المختلفة، ويعني وأخيرا طبعا وليس آخرا موضوع الحقيقة خصائص وتطوير خصائص السكان والأسرة المصرية، لأن طبعا دي مهمة جدا. ويمكن الحمد لله جزء من نجاح البرنامج في المرحلة الأولى أن الدولة المصرية بالتوازي مع الجزء بتاع الإصلاح الاقتصادي كان بتقوم عملت برنامج قوي جدا للحماية الاجتماعية، وده اللي خلى الحقيقة الحمد لله ما حصلش تأثيرات حادة على الأسرة المصرية. وبنستهدف يمكن الثلاث سنين القادمين ان احنا بننفذ برنامج طموح لتحقيق الحماية الاجتماعية وتحقيق التطوير للأسرة المصرية، وهو الخاص بمشروع حياة كريمة او برنامج حياة كريمة اللي اطلقه فخامة الرئيس، واللي ان شاء الله الدولة المصرية بتنفذه على مدار الثلاث سنوات القادمين بصورة مكثفة، بهدف رفع مستوى أهالينا اللي موجودين في الريف المصري اللي بيمثلوا 58% من عدد سكان مصر. لكن شيء مهم جدا الحكومة المصرية متبنياه في خلال البرنامج بتاعها، وهو تعزيز الاقتصاد الأخضر أو الجرين إيكونومي، وده موضوع مهم جدا نصب أعيننا من خلال تركيز في كل مشروعاتنا وفي كل الاستثمارات سواء العامة والخاصة على أنشطة اقتصادية بتحقق موضوع خفض انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد الطبيعية الخاصة بمصر والحفاظ على التنوع البيولوجي. ودي موضوعات مهمة جدا النهاردة لم تعد طرف في ظل جائحة كورونا. الحقيقة دائما كل برامج الإصلاح الاقتصادي اللي بتعملها الدول أو بتنفذها بتبقى شديدة صعوبة على المواطن، والمواطن المصري الحقيقة تحمل في خلال المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي أعباء كبيرة جدا. وزي ما قلت لولا البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية الحقيقة هي دي اللي كانت مكنت الدولة المصرية من الصمود. المرحلة القادمة احنا بنركز أكتر على الاستفادة من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي في تعزيز
مرة أخرى الحماية الاجتماعية وإعطاء وجه اجتماعي وإنساني أكبر لعملية الإصلاح. وده الحقيقة هيتم من خلال أن الحكومة المصرية هتلتزم بتحقيق إصلاحات اقتصادية تراعي الجانب الإنساني، لأن دائما هيبقى طبيعي اللي هيبقى أحد أهم الأسئلة اللي ممكن تتبادر لذهن المواطن، طب هو البرنامج أو المرحلة الجديدة اللي انتوا هتطلقوها دي معناها أنكم هتفرضوا علينا أعباء مالية جديدة؟ الإجابة لا، احنا بنتكلم بل على العكس. الإجابة أن احنا ان البرنامج او المرحله الجديده من الاصلاحات الهيكليه بالعكس تماما، احنا عايزين المواطن يشعر بثمار عمليه الاصلاح الاقتصادي اللي تمت في المرحله الاولى، وبنركز ان الدوله النهارده بتضخ استثمارات ضخمه جدا في برامج بتحقق او بترفع من مستوى معيشه المواطن المصري في خلال المرحله القادمه من خلال يعني مجموعه من البرامج اللي احنا النهارده طبعا مستمرين في دعم السلع التموينية في خلال الثلاث سنوات القادمة، مستمرين في برامج الحماية الاجتماعية زي مشروع تكافل وكرامة، برامج زي تكافل وكرامة دي مستمرين فيها، وكل برامج الدعم والمنح والحماية الاجتماعية المخصصات اللي احنا مقترحينها للثلاث سنين القادمة قدام حضراتكم بأرقامها كلها في تزايد في خلال المرحلة القادمة. الدولة الحقيقة استطاعت بخلاف زي ما كنت قلت لحضراتكم موضوع الدعم التكافلي او الدعم النقدي من التكافل وكرامة، البرنامج مستمر وفي تزايد عشان ندخل او نزيد اعداد الاسر اللي هتستفيد منه، ولكن ايضا دعمنا لصناديق المعاشات وفي اطار الاصلاح الكبير اللي قمنا به لهذا القطاع المهم جدا، الدولة المصرية ملتزمة من خلال القانون الجديد اللي طلع والبرنامج الإصلاح إنها ملتزمة إنها تضخ سنويا لصناديق المعاشات أرقام كبيرة جدا عشان تحقق السلامة الاجتماعية لهذه الفئة الكبيرة اللي بتزداد كل سنة. لكن نيجي يمكن وبحب أختم كلمتي بالبرنامج أعتقد اللي هو الأهم على الإطلاق للدولة المصرية اللي يعني أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأت الدولة صحيح تنفذه بصورة يعني استرشادية على مدار العامين الماضيين، ولكن إن شاء الله اعتبارا من بدء العام المالي القادم في 1/7 القادم بننطلق فيه بقوة شديدة، وهو برنامج مبادرة حياة كريمة، واللي بنستهدف به تطوير الحياة للمواطنين المصريين 58 مليون مصري موجودين في 4658 قرية بالإضافة إلى توابعهم، وبالتالي احنا بنتكلم على 175 مركز من المراكز بتمويل. احنا كان المفروض البرنامج بادئين بصورة مبدئية ل 500 مليار، البرنامج فعليا هينتهي ان احنا هنتجاوز 600 مليار في تنفيذه، يعني هيبقى متوسط كل سنة هيبقى حجم الانفاق في حدود 200 مليار جنيه لتطوير هذه القرى المصرية، وده برنامج طموح جدا بادئين ب 51 مركز حاليا بدأنا فيهم بالفعل. يمكن أنا عايز أقول لحضراتكم إذا كنا بنقول الإطلاق الرسمي أو البدء الرسمي بصورة قوية هيبقى من 1/7، ولكن إحنا فعليا منذ إعلان فخامة الرئيس عن هذا البرنامج في شهر يناير إحنا بدأنا بالفعل، وفعلا النهاردة 70% من القرى بدأ التنفيذ على الأرض فعلا، والنهاردة بنتكلم على 51 مركز زي ما بقول لحضراتكم، الموازنة الاستثمارية للمشروعات اللي فيهم هتتجاوز 200 مليار جنيه عشان نقدر نطور 1376 قرية متوزعين على 20 محافظة اللي احنا بنشتغل فيهم في 51 مركز. الحقيقة دي كلها النهاردة يعني أنا حبيت أقول هذه المقدمة قبل ما أترك المجال لزملائي المعالي الوزراء إن هم يكلموا حضراتكم بالتفصيل، ولكن يمكن إحنا كان عنوان برنامج هذه الحكومة يعني منذ حوالي 3 سنوات هو إن مصر تنطلق، والحمد لله إن شاء الله إحنا عندنا ثقة كبيرة جدا مع المؤشرات اللي إحنا بنحققها وظروف وقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في ظل ظروف شديدة القسوة، شفنا دول كاملة بيتداعى فيها الاقتصاد وبينهار نتيجة لهذه الظروف، ولكن ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نصمد في هذه المرحلة، وان الاقتصاد المصري صحيح تأثر ولكن ما زلنا بننمو بصورة موجبة، ولكن المرحلة القادمة ان شاء الله هتشهد بإذن الله طفرة في الاقتصاد المصري، وده اللي احنا بنستهدفه اعتبارا من العام المالي القادم من خلال بدء تطبيق الاصلاحات الهيكلية اللي هترك لزملائي ان شاء الله ان هم يشرحها لكم بالتفصيل. شكراً.